يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما دور طالب العلم عندما يرى من يدعو عند القبور كمثل نعم ما ي... نعم ما دور طالب طالب العلم عندما يرى من يدعو عند القبور مثل ما يحدث في مقبرة البقيع وغيرها، ويجتمع الحشود من الناس للدعاء؟ عليه النصيحة، وعليه النصيحة والبيان لهؤلاء. هؤلاء جهال، أغلبهم جهال، فعليه أن ينصحهم وأن يوزع عليهم من الكتب والرسائل المفيدة، لعل الله أن يهديهم أو تقوم عليهم الحجة. نعم.